اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام اللي بيتابعونا في انحاء العالم من خلال قناه الام قناه دريم. النهارده من مطبخ دريم بنعمل المطبخ الهندي ولكن بطريقه مصريه وبخفه دم مصري. من المطبخ دريم هنعمل الدجاج بالكاري ولكن بطريقه الشيف المغازي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي في وقت قليل جدا ونعمل طبق رز ابيض معاه، وهنقدم معاه برضو الخبز الهندي اللي هو بالثوم مع الكزبره او الثوم مع الخضره. هنشوف ازاي فكره تقديم الخبز ده سريعا مع الدجاج بالكاري في وقت قليل، وتعالوا نشوفوا مقادير الدجاج بالكاري على الشاشه مع بعض. معانا صدور دجاج ومعانا كاري ومعانا مانجا، الله في موسم المانجا احنا دلوقتي، عصير ليمون، معانا الجنزبيل، ملح وفلفل، الزبده، ما ننساش معلقتين دقيق لعمل الصوص بتاع الكاري. المقادير على الشاشه قدام حضراتكم بالترتيب. دجاج بالكاري من طبعا تعالوا نشوف معانا دجاج صدور ومعانا كاري، وما ننساش طبعا شويه مانجا، عصير ليمون وجنزبيل وتوم وبصل وملح وفلفل وطبعا كزبره خضراء ومعلقتين دقيق. المقادير على الشاشه قدام حضراتكم بسيطه جدا، ولكن ازاي نعمل دجاج بالكاري في وقت قليل جدا، وده طبعا سياستنا من البرنامج بتاعنا ان انا بدخلك المطبخ تعملي اكله في وقت بسيط وفي نفس الوقت فيها قيمه غذائيه عاليه جدا وبتاخد تيست وطعم مميز جدا انت اللي بتنفردي بيه لوحدك. تعال ناخد صدور الدجاج لوحدها كده مع بعض، هنقطعها طبعا مكعبات. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اتكلم على حاجه في المطبخ الهندي. لما بنقول مطبخ هندي طبعا الهنود اخوان اخواتنا طبعا حبايبنا في دول الخليج كلهم طبعا، ومسافرين في كل العالم منتشرين يعني. فاختلافا للجنسيات فكل واحد بيحب اكله بيعملها. من المطبخ الهندي مثلا بيخش المطبخ الشيف الهندي او الشغال الهندي ايا كان، فبيعمل الاكل اللي هو بيحبه ببلده. زي المصري كده لما بروح على بلد بيحب ياكل الكشري، عندنا الملوخيه، عندنا البصاره، عندنا الاكلات المصريه كمان منفرده لوحدها. فبتنتشر ثقافات الاكل هنا نتيجه الغربه ونتيجه السفر ونتيجه اختلاف الجنسيات في اماكن مختلفه من الدول. فالدجاج بالكاري معروف قوي في الدول الخليج، ولكن كل شيف وكل مطعم بيعمله بطريقه مختلفه. انا النهارده هعمله بطريقه سريعه وبسيطه تسهل عليك تعمله. عندنا الخلاط، هحط في الخلاط ده جوز الهند، الكاري، البصل والثوم، كل ده هينضرب مع بعضه. وازاي اعمل الصوص مع تحميره الدجاج، مع تحميره الدجاج كله هيطلع في 3 دقائق، عشان بس عشان حضراتكم تعرفوا ان ازاي انا هشتغل. فاول حاجه هتتم فيها تحمير الدجاج مع بعض اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف النار كده الاول تظبط معانا. طيب حلو، هناخد صدور الدجاج نقطعها مكعبات صغيرة. بسم الله. طبعا احنا ممكن نعمله بدجاج سليم، ممكن نعمله بالسمك، ممكن نعمله باللحمة المفرومة أو باللحمة الكيوبس العادي، فهو أفضلهم طبعا الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم، ده كده بتقطع. هاخد الدجاج زي ما هو كده بتبله تتبيله سريعه، عباره عن معلقتين من الثوم، شويه ملح وشويه دقيق، وده الطبيعي، معلقتين الدقيق دولت وشكرا. حلو الكلام، حلو الكلام. هنقلب دول كلهم مع بعض. معلقتين من الزيت او معلقتين من الزبده. انا عارف حضراتكم يهمكم دلوقتي عمل الصوص اهم حاجه. حلو الكلام، تعالوا بقى ازاي. ادي كده الدجاج هنحطه على النار وننساه. النار اخبارها ايه؟ نخليها على النار الشديده دي كده. كده يا استاذ عبد اللطيف تمام معانا؟ طيب. تعالوا مع بعض سريعا نشوف هنعمل ايه. هسيب الدجاج يعيش مع نفسه على النار. تعالوا بقى نشوف فكره الشيف في عمل صوص الكاري بالطريقه السريعه وفي نفس الوقت بياخد الطعم الهندي على اصوله. عشان نبقى واضحين مع بعض هجيب كسروله كده احط كل المقادير عشان حبايبنا اللي بيشوفونا دلوقتي قبل ما نحطها في الخلاط. هبدا اخد المانجا. دي تقريبا كويس بتكفي. اهوت.
معلقه صغيره كده، باخد ايه مكعبات المانجا دي كده. طبعا انتوا عارفين الهنود علمونا كمان المانجا المخلل، ممكن نعملها بطريقه سهله جدا. بتجيب المانجا طبعا اللي هي ما فيهاش خيوط، وبتتخلل عادي بالخل والليمون مع الثوم، تتركن في البرطمان لمده 15 يوم وتطلع تتاكل، بيبقى طعمها حلو قوي. طبعا نتيجه التخليل بتلاقيها طريه شويه، عشان كده تختاروا المانجا اللي تكون ماسكه نفسها، ما تكونش ما تتجابش مستويه يعني. كده دول كفايه قوي، شويه المانجا دول حلو قوي. بنحط على المانجا دي البصل، حط الجنزبيل، بصل وجنزبيل حلو، ثوم، معلقتين من الكاري. الكاري طبعا مش شجره زي شجره التوابل اللي احنا عارفينها، فلفل اسود، شجره الكركم، لا، الكاري تركيبه من التوابل، عباره عن كمون وعباره عن كركم، كزبره، فلفل اسود، جنزبيل باودر. دي تشكيله بيعملها العطار وبيعملها ويعبيها على الصينيه الكاري، عشان نبقوا عارفين ايه فكره موضوع الكاري. عندنا جوز الهند، دي جوز الهند المبشوره بتاعتنا العاديه، عصير ليمون، كل ده هنا مع بعض، الملح حلو قوي، معلقتين من صلصه الطماطم، حلو قوي، فلفل اسود. تعالوا مع بعض نقول احنا حطينا ايه هنا مع بعض سريعا كده. حطيت طبعا الاول حاجه، خدت النص منجايه تكون منجايه مستويه، حطيت عليها جوز الهند معلقتين، معلقتين من صلصه الكاري او من مسحوق الكاري، جنزبيل باودر، ثوم وبصل، صلصه طماطم، ملح وفلفل وعصير ليمون، كل ده مع بعضه في الخلاط. حلوة موضوع بسيط وسهل، خليكي تاكلي دجاج بالكاري النهاردة تبطلي تكليف اي مطعم هندي خالص. حلو، في قلب الخلاط نقول له عيش مع نفسك شوية. اخبار الدجاج ايه؟ الله، حالا حالا يا حبيب قلبي، تحميرة الدجاج دي مهمة جدا كده، لازم طبعا ياخد الايه؟ يبقى كريسب كده بالشكل ده كده. حلو قوي كده زي الفل. تعالى نضيف له شوية مية صغيرين، دلعني. موضوع بسيط جدا وسهل في ثواني. حلو كده، احنا قاعدين بنشاهد قناة دريم في مصر ام الدنيا، خليتك تروحي على الهند تعملي اشهر اكلات الهند هناك اللي هو الدجاج بالكاري. خلص الموضوع يا مدلعني. خلص الموضوع تمام، اسيبه يغلي على النار. هنا بقى الدجاج عطشان في التحمير، انا متبله بالملح بس ومعلقه من الدقيق. اول ما بحط الصلصه الحلوه اللي انا عملتها دلوقتي، الدجاج بيمتص الصلصه ديت وياخد غلوتين على النار كده، ونار هاديه خالص. وادي فكره الدجاج بالكاري. الله، شايفين اللون ده؟ هو ده اللون اللي انا بدور عليه. عايزك بقى لما تخش المطبخ تراعي في الاعتبار ان عندنا اولاد وعندنا طبعا كبار السن، فنسالهم السبايس بتاع الكاري تحبوه وسط ولا عالي؟ معانا اتصال. يا سهام ازيك؟ ازيك يا شيف احمد؟ اهلا وسهلا ست الكل. انت نورت قناه دريم. الله يبارك لك يا اختي. انا دورت عليك ولقيتك تاني في دريم اهو. لا تحت امرك، دريم يا امي. ربي يخليك. الله يبارك لك، اشكرك. بقول لك ايه؟ امريني. عملته يوم الجمعه ده، عايزه تقولي عليه. ايوه يا اختي. السمك اللي انت عملته بالزيت والليمون. حاضر، عينيا الاثنين. وقولي الوصفه دي ايه؟ انا بعمل دلوقتي دجاج بالكاري.
ما قولي عملتها ازاي عشان فتحة متأخر. حاضر عينيا الاثنين بعد كده الساعة 1 بالدقيقة على قناة دريم. طب ماشي. تحت أمرك يا ست الكل. أشكرك يا نعم. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة يا أختي وأنت طيبة. الحاجة. شايفة الزلزال اللي على الشاشة ده؟ هو ده دجاج بالكاري، ربنا يكرمك. تعالوا مع بعض أقول حاجة مهمة جدا. نفس الطريقة اللي أنا بعمل بيها الدجاج، نفس الطريقة اللي أعمل بيها اللحمة، نفس الطريقة ممكن أعمل بيها الجمبري، أعمل بيها السمك قشر البياض بنفس الطريقة السهلة البسيطة ديت. بيكون عندك رز أبيض بالشكل ده كده مستوي، لأن دجاج بالكاري، لحم بالكاري، سمك بالكاري طبعًا لازم يكون جنبه رز أبيض. عشان الاثنين مع بعض بيدوني أكلة طبعًا جميلة جدًا وبيكون طعمها كمان مميز. حلو الكلام. ممكن الرز يكون رز مصري، ممكن يكون رز بسمتي زي الفل، مفيش مشكله حسب الرغبه حسب ما احنا عايزين. انا وطيت النار خالص عليه كده وبسيبه طبعا ايه يستوي مع نفسه. حلو الكلام. تعالوا ندوق الطعم كده. ممكن تحتاج شويه ملح. دوق معايا يا استاذ عبد اللطيف حبيبي. شفت ازاي في خلال 10 دقايق دخلتك المطبخ الهندي، سافرت على الهند جبنا اشهر الاكلات هناك. لا رهيبة رهيبة ممتازة. طيب نسيب الدجاج بالكاري خلاص بيستوي مع بعضه. تعالوا نعمل فكرة الخبز الهندي برضو، هخليك تخش المطبخ تقدر في وقت قليل جدا تعملي الرغيف العيش الهندي بطريقة سريعة وبسيطة واخد الطعم الهندي على أصوله. نشوف مقاديره على الشاشة مع بعض. يلا عيش بنشتريه عادي من السوبر ماركت، هاته معاك وانت جاي يا السيد بيجيبه. معانا التوم، معانا كزبرة، معانا بيض، معانا ملح وفلفل. المقادير على الشاشة زي الفل تمام. ممكن نسجلها ونكتبها عشان نعمل ازاي الخبز الهندي مع بعض. ادي العيش بتاعنا اشتريناه وجبناه. حلو. تعالوا نعمل الخلطة بتاعت الخبز. في بولة صغيرة كده معايا 2 من البيض، كفايه قوي كده تمام. بنحط على الاثنين بيض معلقه دقيق صغيره، حلو. طبعا حد يقول لي دلوقتي يا شيف الخبز ده ما انت جايبه جاهز. انا عارف مفيش حاجه بتفوتنا، ما هي دي الطريقه السريعه، ما انا عايزين نوصل للهدف ولكن هدفنا ياخد التست والطعم الهندي. هي نفس الدقيق، ربنا سبحانه وتعالى خلق الدقيق في الكره الارضيه كل واحد، بنعمل منه كل انواع الخبز اللي تخطر على بالكم. فانا عندي العيش جاهز هنا زي الفل، العيش الابيض الشاب الكبير ده. فنعمل الخلطه مع بعض. ده بيض ومعلقتين من الدقيق. مع الدقيق ده بنحط شويه توم. الله. نحط شويه توم. حلوه، وشويه عصير ليمون. بس كده تمام وزي الفل. نشيل كل حاجه دي من هنا. خلصنا. زي الفل يا شيف. انا هعلي النار بس شويه كده على الصلصه ديت عشان عايزه تغلي شويه. ادي الخليط بتاعي. اتنين من البيضه، معلقه دقيق، فصين من التوم مفرومين ناعم، عصره ليمون، شويه ملح وشويه فلفل. الله. حلو تمام. عندنا كزبره خضراء. الدجاج اخباره ايه؟ زي الفل. والرز تمام. خلوا الرز كده هنا على جنب عشان بس اوريها لحضراتكم. وعايزين نستخدم النار دي كده نار شديده شويه. حلو. وهنا مش هستخدم زيت، كانك بتعملي عجينه الكريب العاديه خالص. نقطتين زيت بس صغيرين كده تسخن معايا الطاسه. بس شكرا. شاوت مطبخ يسموها. حلو. تسخن الطاسه معايا. ممكن تستخدمي زيت او زبده مفيش مشكله. وعندي هنا الخبزه بتاعتي اللي هستخدمها اهي. بساطة، سهولة، مرونة. واحنا قاعدين بنشاهد قناة دريم، سافرنا على الهند، جبنا أشهر الأكلات
دجاج بالكاري مع الرز الابيض مع الخبز الهندي كمان. هناخد من الخلطه اللي انا عملتها دي كده. استاذ عبد اللطيف حبيبي صباح القشطه اهو، ده بيض، عصير ليمون، توم، معلقه دقيق صغيره، ملح وفلفل. حد يقول لي حطيت ليه عصير ليمون؟ عشان زفاره البيض مع الفلفل الاسود وانت بتاكل الرغيف العيش ده كده مش هتحس باي زفاره. حلوه باخدها زي ما هي كده، زي ما هي. ده الخبز الهندي اللي بنشوفه في المطاعم مشهور. اه ده زي ما هي كده واحطها هنا كده. حلوه بسيبها كده تستوي شويه ويجي دور الكزبره الخضراء. الله، شفتوا بقى الشقاوه؟ سريعا طلعت معايا الخبزه الهندي بنفس الطعم اللي احنا متعودين ناكله. باجي هنا كده، الله، عرفنا ازاي في وقت قليل جدا بنخش المطبخ الهندي، بنجيب اشهر الاكلات من المطبخ الهندي. تعالوا نغرف الرز مع بعض والدجاج بالكاري. طبيعي لما اجي اغرف طبق رز زي ده كده بنلاقي الرز وجنبه صلصه الكاري. دي طريقه، الطريقه الثانيه اللي حبيناها ممكن نغرف الرز لوحده وصلصه الكاري لوحديها. حسب ما انت عايزه واولادك بيحبوا ايه، دي بتاعتك انت بقى. انا بصراحه بحب الرز البسمتي مع الدجاج بالكاري، مش الرز الابيض ده. ده مع السمك ملوش حل. بولة رز صغيرة كده على يد أفراد الأسرة عشان بقية الرز ما يبقاش جنبها صلصة. تمام، واخد صوص الكاري اللي أنا عملته ده كده. عزمك على الطبق ده يا أستاذ عبد اللطيف. الله، إيه الجمال ده؟ الصوص ده خطير، يتدرس في الكتب زي ما بيقولوا. سريعا طلع معايا الصوص بتاعي. جوز الهند ده أساسي فيه، طعمة المانجا ما أقولكمش، التوم والجنزبيل، في أساسيات للصلصة ديت لازم هستخدمها ولازم أضيفها لعمل الصلصة. خليه هنا كده قدام حضراتكم زي الفل. برزنتيشن بتاعي شوية خضرة كده، حلو قوي. خلص الدجاج بالكاري مع الصلصه بتاعته. تعال نشوف الخبزه بتاعتنا اخبارها ايه. زي الفل تمام. اخبار العيش بالكاري، اوه اللهم صل على النبي. ادي الخبزه بتاعتي اللي انا عملتها، بنغرفها في الطبق هنا جانبي. ليه نروح المطعم الهندي بقى ناكل وندفع مبلغ وقدره؟ احنا ما بنقولش حد ما يروحش مطاعم، روحوا المطاعم وروحوا كل حاجه، بس انا شخصيا من الناس اللي انا احب اكل في البيت، مع ان انا غاوي اخرج واروح مطاعم وكل حاجه، بس في ناحيه الاكل بالذات بحب اكله في البيت. ليه؟ لما بتاكل من ايد الست بتاعتك او الزوجه او اسره البيت الطعم بيختلف هنا. بس اهم حاجه ان الاكل يتعمل بحب، لان احنا لما بنقول نظافه اكل، خضره بتتعمل سلطه، دجاج بالكاري عملته بالشكل الجميل ده بالطريقه السهله البسيطه، انا عارف تركيبه الاكله دي ايه موجود فيها ايه. ده ما يمنعش ان احنا نخرج وكل حاجه، بس تكون حريص انك انت بتاكل ايه واستخدامك ايه في الاكله اللي انت بتاكلها. شفت الخبزه دي بسيطه جدا وسهله. نقطعها كده، فيها طعمه التوم. الله، كمان واحده مع بعض. معانا وقت يا استاذ عبد اللطيف؟ يلا يا باشا نعمل لنا خمس ست رغيفه عشان نوزع على الحبايب. طاسه على النار زي الفل، بحط فيه بس كده نقطتين من الزيت تسخن شويه معايا، وممكن على فكره نعمل الخبز ده مش لازم يكون مع الاكل الهندي، ممكن وجبه فطار الصبح ونستخدم له نوع من انواع الجبنه. زي الفل،
تمام. بس تسخن شويه كده، ناخد من الخليط اللي عملناه ده كده اهو، ثوم، بيض، معلقتين من الدقيق، عصير ليمون، ملح وفلفل. اقعد اخدها زي ما هي كده واجي على النار هنا كده اهو، وافتحها كده واسيبها على النار شويه. عندي الكزبره الخضراء بضيفها بعدين. حط النار كده. استاذ عبد اللطيف حبيبي مخرجنا الكبير، استاذنك نطلع بمقادير الدجاج بالكاري، الصلصه نفسها كده سريعا عشان الساده المشاهدين يعملوها، لان لما بنخش المطبخ نعمل اكل هندي بنحس ان احنا في الهند. موضوع بسيط جدا وسهل. عندك خلاط في البيت، هتمسك الكوز بتاع الخلاط او الجيركن بتاع الخلاط او الدوره بتاع الخلاط، تحط فيه الاتي: معلقتين من جوز الهند، نص منجايه اللحم بتاعها، فصين من الثوم، بصله متقطعه ناعم، عصير ليمون، معلقه دقيق، الباودر بتاع الكاري، وبتشتري نوعيه كويسه ما تكونش متخزنه بقالها كتير تشم ريحه الكاري فيه. كل ده في قلب الخلاط، بتحطيهم مع نص كوبايه ميه على الدجاج بعد تحميره، بيديك الشكل اللي حضرتكم شايفينه ده كده. بساطه، سهوله، مرونه. بنقدم الخبز بتاعنا الحلو اللي احنا عملناه مع بعض. اه يا دلعك يا شيف. اه تاني زي الفل. معانا وقت نعمل واحدة تانية كمان، مفيش مشكلة. نقطع دي كده. الله. حلوة. ألف هنا وشفا للي ياكل يا شباب. عملنا مع بعض الدجاج بالكاري مع الخبز الهندي الجميل الحلو، واخد طعمة الفليفر معانا التوم مع الكزبرة. ممكن نعمله بالجبنة، نشيل التوم ونحط الجبنة. ايه نوعية الجبنة اللي بنحطها؟ حسب الرغبة، ولكن هنا طريقة الطهي نفسها بتختلف. في نفس الطاسة برضو هتسخن، بنحط الجبنة ولكن بتكون خبزة على خبزة هنا في الحالة ديت. يعني بنجيب الخبزة زي ما هي كده، بس عشان السادة المشاهدين يشوفوا الموضوع ده. في حالة لما اعمله بجبنة نفس التركيبة بتاعت الصلصة، بديل التوم الجبنه، بنحط الخلطه بتاعتنا هنا اللي احنا حابينها، سواء جبنه مع البيض مع كل حاجه، وبنقفلها كده زي الفل، وبنضغط عليها جامد، وبنتم تحميرها في الطاسه هنا عشان الجبنه من جوه تبقى بين الرقه وبعضيها، اللي هي رقه الخبز نفسها. حلو الكلام. ولكن حاجه مهمه جدا، صلصه الكاري عملتيها تاني يوم عايزه تاكليها، وطبيعي ان احنا بنعمل اكله ممكن يكون باقي عندنا شويه دجاج مع شويه رز، والنقطه دي مهمه جدا عشان ازاي توفري في البيت. زي ما بنوفر في الكهرباء كده، كمان موضوع الاكل ما يترميش. يتشال تاني يوم ازاي؟ عندنا الدجاج بيتشال لازم يبرد كويس، بتحطيه في بولة ازاز او في العبوات البلاستيكية بتاعتك بتاعت حفظ الاكل طبعا، وتسيبيه لما يبرد خالص، تغطيه كويس، لانك لو ما غطيتهوش كويس حطيتيه في التلاجة هيعمل طبقة من فوق الطبقة دي هتخليك تشيلي من الاكلة وما تسخناش ولا تاكليها، فلازم تغطيه كويس. بتطلعيه، بتجيبي نص كوباية مية سخنة مغلية من البراد بتاع الشاي، تحطيها على الدجاج وتقلبيه، وتحطيه على نار هادية جدا، تنك على النار الهادية بتاعتنا اللي بتعملي عليها القهوة لغاية لما يغلي معاكي بالشكل الجميل ده كده، أصبح كأنك عاملاها طازة وفريش في نفس الوقت. نقول تاني، بتطلعي الدجاج من التلاجة، بتحط نص كوباية مية مغلية من البراد وتقلبيه قبل ما تحطيه على النار. أول ما بتحط المية السخنة على الدجاج وهو طالع من التلاجة بيفك، بتحطيه على نار هادية جدا لمدة 10 دقايق ربع ساعة بس يغلي على نار هادية، تقدمي لأنه مستوي زي الفل. وصلصة الكاري هنا لو اتحرقت عاملة زي الرز بلبن، خلاص الاكله بتشيت بيبقى ريحتها وحشه جدا وما بتقدرش تاكليها، لان الكاري طبعا مع الخليط بتاعه ده لازم ما يشمش النار، لازم يسخن على نار هاديه جدا في حاله اعادته لمره ثانيه ان انا اسخنه ثاني يوم واكله. الرز الابيض طبعا بتسخنه كالعاده انتوا عارفين بحته زبده وبشويه سمنه ويتسخن ويتاكل بنفس الطريقه. هي فكره ان انا بقول الاكل ليه يتسخن ثاني يوم، احنا لازم نوفر، لازم نوقف وقفه صدق مع بعض، نوقف قدام المرايه كده زي واحد بيقف قدام المرايه ويشوف عيوب وشه. انت كمان لازم تقعد مع نفسك لحظه صدق مع جواك. انت بتقدم ايه علشان عايز ايه؟ هل انت راجل بتوفر؟ هل انت راجل اقتصادي؟ هل انت راجل حريص على المكان اللي فيه في نظافته؟ تبدا من نفسك. بدات من دولت ابدا طالب، فده مهم جدا. ازاي اقدر ان انا اقدم عشان اخد بعد كده؟
فان احنا في البيت عندنا كينونه البيت لازم اوفر كويس، انضف في البيت بتاعي قدام بيتي شغلي الحاجات دي كلها، هتلاقي كله بالترتيب كله بص لنفسه وبدات الحياه تمشي والعجله تمشي وزي الفل. دجاج بالكاري من المطبخ الهندي، واحنا قاعدين بنشاهد مطبخ دريم في مصر ومن الدنيا. الخبزه بالكاري مع التوم والبصل شفناها مع بعض ازاي سريعا، وقدرت هدف احقق هدفي في وقت قليل جدا من مطبخ دريم، اخش المطبخ اللي انا حبه واعمل معاه اكل جميل جدا مع الشيف المغازي يوميا على قناه دريم.